اهلا بيك استاذ حسام. اهلا بحضرتك. يعني كيف ننظر لزياره تميم الاولى الى القاهره منذ 7 سنوات تقريبا، وفي ظل يعني خطوات تقارب يعني جرت خلال العام الماضي؟ بطبيعة الحال الزيارة زيارة مهمة ولافتة وليست كأي زيارة في الفترة الأخيرة. نعلم أنه كانت هناك خلافات كبيرة بين مصر وقطر بشأن العديد من الملفات، خصوصا ملف ما أعقب ثورة 25 يناير ثم ثورة 30 يونيو. الحكومة القطرية كان لها موقف داعم لجماعة الإخوان، مصر كان لها موقف مختلف تماما، مصر أصرت على موقفها، ثبت بالدليل القاطع او بالرؤيه او الوقائع الموجوده على الارض ان الموقف المصري كان صائبا تماما. الحكومه القطريه اتخذت خطوه مهمه، غيرت جزء كبير من سياستها، ولا اقول كل سياستها، وبدا بعد قمه العلا في يناير الماضي، قمه العلا طبعا محافظه العلا السعوديه، عادت مصر والسعوديه والامارات والبحرين كانوا قد قطعوا علاقتهم مع قطر في 2017، ونتيجة خطوات يعني تعهدت بها قطر تم عودة العلاقات بين الدول الأربعة وقطر، وبدأت يعني تحركات لإعادة العلاقات إلى طبيعتها وإصلاح نقاط الخلاف. لأن مصر تشعر أن هناك جزء كبير من هذه النقاط تم إصلاحه، فقد كانت هناك زيارات على مستوى الوزراء، على مستوى الخبراء، وكللت اليوم بزيارة أمير قطر. بطبيعة الحال كما نعلم السياسة لا تعرف الحكومات الدائمة أو الصداقات الدائمة، هي تعرف المصالح الدائمة، وبالتالي حينما تتحقق مصالحك دولة فأنت القضية هي كيف تحقق مصالحك، أنك لن تظل في صداقة دائمة مع أحد ولن تظل أيضا في عداوة دائمة مع أحد. البيان الذي يعني جاء اليوم على لسان السفير بسام راضي بيتحدث عن يعني مباحثات موسعة، مفردة أولا ثم مباحثات موسعة. الرئيس عبد الفتاح السيسي هنى أمير قطر بتوليه الحكم، ذكر توليه الحكم، واللافت للنظر أن أمير قطر هنى مصر وهنى الرئيس بذكرى بقرب ذكرى 30 يوم بالضبط. وده تطور رمزي في منتهى الأهمية. يعني هو إقرار مهم للغاية بثورة يونيو وشرعية يونيو وما نتج عن يونيو، ده تطور في منتهى الأهمية. وأنا أظن أن نفس المباحثات مع تركيا تسير ربما في نفس هذا السياق. النقطة طبعا المهمة أنه أمير قطر قال إن إحنا حريصين على استمرار الخطوات المتبادلة وتعزيز مختلف التعاون وآليات التعاون في كل المجالات وتعظيم الاستثمارات القطرية في مصر، وأشاد بالجالية دور الجالية المصرية في قطر. أحد النتائج المهمة كما فهمنا من بيان السفير بسام راضي أنه تم التوافق على تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات، خصوصا طبعا تدفق الاستثمارات القطريه الى مصر، ايضا اللي هي اصلا كانت بدات تاخذ يعني مسار ايجابي برضو من كذا شهر. نعم. لما كان الرئيس نعم. الثاني نعم. هنا والتقى رئيس الوزراء وكان في اتفاق عن ضخ 5 مليارات استثمارات وقبله يعني. من يناير لو تذكر في قمه بعد قمه العلا مباشره اليوم اللي تم الاعلان فيه عن عوده العلاقات كان وزير الاقتصاد القطري موجود في مصر، وتم افتتاح احد الفنادق المهمه على كورنيش النيل، وشفنا محمد معيط ونبيل جامع في منتدى الاقتصاد القطري قبل ايام في الدوحه بيتكلموا عن خطوات مهمه في علاقات البلدين. في عجله انطلقت، المهم ان يكون هناك ارضيه ثابته. يعني زياره اليوم يفترض ان تكون يعني هي تكليل لكل الجهود اللي تمت على مستويات مختلفة من أول الخبراء إلى الوزراء، نهاية بالإعلان عن استثمارات قطرية مهمة قبل أسابيع قليلة، والنهاردة هذه الزيارة تحمل طابع رمزي. هي أيضا في ظن الشخص، وأنا كاتب الكلام ده بالمناسبة في مطالب الشروق بكرة، هي يعني النهاردة الأمير تميم في القاهرة، من يومين كان الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في تركيا، قبلها تركيا بتعلن عودة علاقتنا مع إسرائيل لمستوى السفير،
شفنا تحركات اردوغان بيزور السعوديه والامارات قبل اسابيع، ده اعلان عن ان يعني ملف علاقات المنطقه الذي اعقب ربيع العربي ثم ثوره 30 يونيو في مصر تم طيه وبدا صفحه جديده قائمه على المصالح. اظن ان عديد من دول المنطقه اما انها اكتشفت خطاها في حق مصر او ان محاولاتها لزعزعه الاستقرار قد فشلت وبالتالي عادت الى الطريق الصحيح، وهذا تطور مهم. يعني في السياسه المهم ان تعود الامور الى طبيعتها الصحيحه، وبالتالي شايف مصر لم تتنازل فيما يتعلق بالمواقف الاساسيه في الفتره الماضيه. طبعا مصر يهمها في المستقبل ان يكون هناك تعاون عربي مع كل الدول العربيه خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد. نحن نحتاج الى كل الاستثمارات العربيه طالما انها قائمه على اسس صحيحه وعلاقات بحسن نيه وعدم تدخل في الشؤون الداخليه هنا او هناك. اظن انه خطوه مهمه، نتمنى ان تستمر في الطريق ويبنى عليها. انا بشكرك شكرا جزيلا، كاتب الصحفي الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق.